أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
لكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وآتوهم ما
صدق الله.